عاجل الخوتس وليد الركراكي لحدود الساعة لن يكون حاضرا مع النخبة الوطنية في مباراة السمن النهائية مع جنوب إفريقيا. لحدود اللحظة ديك الهضرة اللي كنتو كتسمعوا من مجموعة من وسائل الإعلام فقط إشاعة لا غير، ولجنة الاستئناف لم تجتمع لحدود اللحظة للبث في استئناف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. خدنا السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة صباحية ليوم الجمعة 26 يناير 2024، جمعة مباركة على الجميع. اليوم عندنا عناوين متعددة، غادي نبداو لكم بالجديد ديال القضية ديال وليد الركراكي مع لجنة الأخلاقيات. هناك جديد غادي تشوفوه اللي هو مهم جدا، ربما عكس ما كان يقال هذه الأيام في الإعلام المغربي. لدينا كذلك قراءة في البيان الصادم الصاعق لدولة مالي على الجزائر، وهناك بوادر حرب ما بين البلدين. جمال بلماضي ينقلب على الاتحادية الجزائرية ويطالب بتعويضات مهمة. إيرفي رونار مدربا للمنتخب الإيفواري. جديد حكيم زياش والإصابة ديالو، والكاف كتنزل لنا التشكيلة المثالية للدور المجموعات، وكذلك أفضل مدرب أفضل حارس أفضل لاعب. غادي نشوفوا كل هذه الأمور في هذه الحلقة، بغيناكم تبعوها معنا من الأول حتى الآخر على بركة الله. مشينا مع محمد السباحي. خذنا تحية مجددة، شكرا جزيلا لكم مرة أخرى لاختيار قناة محمد السباعي. فضلا وليس أمرا، بغينا أنك يعني تعطينا واحد الأجر. هذا الأجر حركة بسيطة عبارة عن جيم، وكذلك الاشتراك في القناة ديالنا إن لم تكن مشتركا، تقديرا لمجهوداتنا في البحث عن المصداقية والخبر اليقين. ونبدأ لكم بالبيان المشترك. البيان المشترك اللي دارته الدولة المغربية مع دولة مع جمهورية غامبيا. المملكة الشريفة بحضور ناصر بوريطة وجمهورية غامبيا بحضور وزير خارجيتها داروا واحد البيان مشترك. المهم أهم فقرة غادي نقراها عليكم الآن، وهو تجدد جمهورية غامبيا التأكيد على دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد ذي مصداقية وواقعي لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية. كانوا بغاو الأعداء ديال هذه الدولة أنهم يسمموا علاقاتنا مع دول إفريقيا، ولله الحمد المملكة الشريفة تستمر وتتمدد في علاقتها القوية مع دول إفريقيا. لدينا كذلك رقم مهم يجب الإشارة إليه، وهو أن المغرب سجل سنة 2023 رقما قياسيا غير مسبوق في السياحة في تاريخ المغرب، أكثر من 14.5 مليون سائح في ظرف سنة، وهو رقم غير مسبوق، مع أن السنة كانت سنة زلزال. وبعض الأعداء وبعض الدعايات الإعلامية لكن تذكروا كانوا يصورون المدينة عروس المغرب أو عاصمة السياحة في البلاد اللي هي مدينة مراكش كيصوروها خراب، ومع ذلك والحمد لله كنقولوها دائما الأعداء يصدمون. سجلت هذه المدينة والمغرب معها رقما غير مسبوق في مجال السياحة، وهذا بفضل كذلك التسويق الكبير جدا اللي داروا المنتخب الوطني المغربي لصورة المغرب سنة نهاية 2022 في المونديال. هذه فقط إشارة للناس اللي كيقول لك اش بينا شي كرة، اش عندنا ما نديروا شي كرة، علاش كتكلموا بالكرة، كرة منفوخة بالهواء تلفاتكم. لا، كاين شي حوايج أكبر مما تتصور، وهناك أمور أخرى جناها المغرب الحمد لله من هذا التألق وهذه الرياضة. البارح كانت مجموعة من الصفعات على وجه النظام الجزائري، صفعة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإقراره بعدم توظيف كلمة الصحراء المغربية وخريطة المغرب مبثورة، وكذلك بيان ديال السلطة المالية. نرجع لكم شي شوية لبن سلمان
ونرجعوا كذلك ردة الفعل ديال المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية كانت تتكلم على مثل هذه هكذا عناوين اللي كانت كدار واحد الشهر هذه تقريبا في الإعلام الجزائري. كانت مثلا هذه غير واحد العنوان من العناوين، كيقول لك خريطة على ورقة نقدية سعودية تثير جدلا كبيرا في المغرب، هل غيرت السعودية موقفها واعترفت بالصحراء الغربية؟ أتاكم الجواب من أكبر سلطة ومن الحاكم الفعلي للدولة أو للمملكة السعودية، قال لكم السعودية أصبحت أكثر تطرفا اليوم يعني باعترافها وبدعمها لمغربية الصحراء. وندخلوا لكم المالي، وما أدراك ما مالي، وانا مالي وانا مالي. واخا مالي، خرج لنا البارح المتحدث باسم دولة مالي او المتحدث العسكري باسم دولة مالي بواحد البيان زلزل اركان الدولة الجزائرية. الجزائر اللي كانت بغات واحد الحرب مع المغرب، والمغرب حنا ما مسالين لها شي حرب، ماشي ما عندنا الامكانيات وماشي ما قادينش عليها، لا ما مسالينش ليها، عندنا امور اكبر باش اننا ندخلوا في مناوشات مع نظام مفلس، هما مفلسون ويريدون جرنا الى الافلاس، هم عندهم صراع داخلي في البلاد ديالهم، وممكن غدا ولا بعد غدا شي انقلاب يدار، ولكن باش يشغلوا الشعب على هذه الامور كلها بغاو حرب مع من؟ مع المغرب، باش يضربوا عصفورين بحجر واحد. العصفور الاول هو انه يمكنوا البوليساريو الصنيعه ديالهم انها تدخل الى الصحراء المغربيه، والعصفور الثاني هو انهم يشغلون بال الشعب ديالهم بالاسطوانه ديال المروك، ولكن مع عند الله كيجيب لهم واحد الجار اخر في الجنوب اصفعهم صفعه تلو الصفعه هذه واحد الشهر. اخر صفعه عطاها لهم على وجههم هي واحد البلاغ. هذا البلاغ اللي كتشوفوا معنا غادي نقراو لكم بعض المضامين ديالو باللغه العربيه باش تعرفوا مزيان شنو قال. كيقولوا تلاحظ الحكومه الانتقاليه بقلق بالغ تزايد الاعمال غير الوديه وحاله العداء والتدخل في الشؤون الداخليه لمالي من جانب سلطات الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه، وكلها امور تقوض الامن الوطني وسياده مالي. ومن بين الحالات التي ندينها من بين امور اخرى، يعني كاين شي حويجات اخرى ما ذكرناهاش، ولكن غادي نذكر لكم غير شي حاجه. هادشي كتقول مالي، محاوله فرض فتره انتقاليه على السلطات الماليه من جانب واحد، الاستقبال دون استشاره او اخطار مسبق وعلى اعلى مستوى في الدوله الجزائريه لمواطنين ماليين مخربين ومواطنين ماليين محاكمون من قبل نظام قضائي في مالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، يتكلمون عن استضافة عبد المجيد كدبون لبعض الزعماء ديال حركة الأزواد، وجود مكاتب على الأراضي الجزائرية تضمن تمثيل بعض المجموعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر والتي أصبحت اليوم جهات إرهابية. رغبة السلطات الجزائرية في الإبقاء على نظام عقوبة الأمم المتحدة بشأن مالي في الوقت الذي عارضته فيه حركة عدم الانحياز، ها هو فرشكم هنايا، والاتحاد الروسي لمصلحة مالي التي طلبت رفع النظام المذكور. خامسا اليد الخفية للسلطات الجزائرية في مناورة تتمثل في فرض فصل خاص بمالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كامبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية. كنتسناو ردة الفعل ديال الجزائر. آخر ما توصلنا إليه هو أنه اليوم واحد الحركة من الحركات الانفصالية غير هذا الصباح أعلنت السيطرة على واحد الباب حدودي مع الجزائر، ويقال بأن السيطرة تمت بدعم جزائري، وإن يعني كان هذا الكلام صحيح فترقبوا في السويعات القليلة المقبلة نشوب حرب بين مالي والجزائر. ما كاين لك غير تبردي على بابك بعد النيجر، وكذلك اليوم مالي والخروج من كأس إفريقيا والسعودية وزيد والبريكس، هي نقطة أخرى ودخول في حرب غير متوقعة، ما توقعتوش انكم غادي تدخلوا في حرب مع
شي مع الدوله المجاوره ديالكم اللي هي الدوله الماليه، وندخلوا معكم الى عالم الرياضه وجديد الكاس الافريقيه. البارح في البلاطو ديال واحد التلفزيون الجزائري اللي هو التلفزيون الرسمي الجزائري، داروا التقييم للمجموعات السته المشاركه في كاس افريقيا. يعني كل شدوا بكل مجموعه بداو كيحللوها، الا المجموعه ديال المغرب لم يتكلموا عن المجموعه السادسه نهائيا، وتستمر الفكاهه الجزائريه. وملي وصلوا دور الثمن ما تكلموش كذلك عن المغرب، بل قالوا ان جنوب افريقيا غادي تحقق نتائج طيبه وحظ موفق لجنوب افريقيا وكذا وكذا، وراكم عارفين حنا الله يخليكم ديما هكذا، الله يرحم لكم الوالدين. بقوا دائما ما تمنوش لنا التوفيق، بقوا دائما تتوقعون اننا سنقصى، هاد الامور كتخدمنا وفي صالحنا. واخا ندخلوا لكم كذلك الى خبر اخر متعلق بحكيم زياش، هناك بعض المطالب ديال الشعب الايفواري من الكوت ديفوار، ايفواريون دايرين واحد الحمله على وسائل التواصل الاجتماعي من اجل انهم يسميوا شي شارع من شوارع الكوت ديفوار بحكيم زياش، وذلك تخليدا وتكريما وتوثيقا للهدف اللي ماركا حكيم زياش وبفضله تاهلت الكوت ديفوار. شي الدبلوماسيه الكرويه كيفاش دايره؟ هاد الناس اللي كيقول لك ما عندنا ما نديرو بالكره، ها هي الكره اليوم اصبح، والله العظيم انا حسيت البارح من كثره الفيديوهات اللي شفت ديال الكوت ديفوار الايفواريين واحتفائهم بالمغرب وبجلاله الملك، واغدا ولا غدا يقول لك اودي حنا سننضم الى المغرب، حنا نكونوا حنا ضمن المملكه الشريفه المغربيه ويبايعون جلاله الملك، لان الفرحه غير مسبوقه من شي بلد افريقي اتجاه المغرب. اذا الله يخلي لنا الدبلوماسيه الكرويه ديالنا، والله يخلي لنا هذا المنتخب يجيب لنا دائما مثل هاته المكاسب. كذلك لحت لنا البارح الكاف التشكيله الافضل في دور الجولات، وكذلك افضل مدرب افضل لاعب افضل كذا افضل كذا. المهم افضل، نبداو بالافضل ديال لاعب ناشي اللي حطت لنا الكاف. الامر يتعلق باللاعب السنغالي لامين كامارا، اعتقد بانه يستحق، واعتقد بانه كان مشاركا في البطوله ديال الشباب وحاز على الكاس الافريقي. افضل حارس خدها الحارس ديال غينيا الاستوائيه خيسوس اولو. غينيا الاستوائيه ربما كانت هي مفاجاه دور المجموعات، في حين ان افضل مدرب خذاها اليوسيسي من السنغال، واعتقد بانه يستحق. تصوروا ان هذا المدرب عدد من الشهور كيتسال ما تخلصهمش، ومع ذلك كيدرب بواحد الجديه، والمنتخب السنغالي منتخب خطير جدا. نجيو لكم الى افضل تشكيله اللي دحت لنا الكاف ديال دوري المجموعات، ولله الحمد فيها هيمنه مغربيه على هاته التشكيله. في حراسه المرمى عندنا خيسوس اولو اللي هو من غينيا الاستوائيه، في خط الدفاع عندنا اشرف حكيمي، انا كنعتبره افضل لاعب مغربي في هذا الكاس الافريقيه، كذلك السنغالي كوليبالي، والمدافع الصخره والجدار نيف اكرد، والمدافع الكونغولي ارتور ماسوكو. كذلك في وسط الميدان عندنا تواجد ديال جوج ديال اللعابه مغاربه، الامر كيتعلق بالنحله عز الدين اناحي، وكذلك الصخره سفيان امرابط، ولامين كامارا من السنغال. في خط الهجوم عندنا من انغولا دالا، هذا جاد دالا خطير، انا شفته عنده واحد المستقبل كبير جدا هذا اللاعب، اضافه الى نسو من غينيا الاستوائيه، وكذلك صار اسماعيل صار من السنغال. اذا ثلاثه اللعابه من السنغال واربعه ديال اللعابه من المنتخب الوطني، جوج من غينيا الاستوائيه ولاعب من الكونغو ولاعب كذلك من انغولا، وكنتمنى ان شاء الله التعلق وهاد الصحوه ديال الكره المغربيه تستمر ان شاء الله الى المقابله النهائيه. ونجيو لكم الشواكة الافريقية، ونجيو لكم الى الفضائح ديالهم. وقبل ما ندخل لكم بالصراع اللي داخل ليه
بالماضي نقول لكم واحد نشر لكم واحد ستوري ستوري ديال واحد اللاعب لاعب من الشقيقه موريتانيا بارطاجا عبر خاصيه الستوري في الانستغرام ديالو الاحتفالات في شوارع المغرب الاحتفالات المغربيه ديال الجمهور المغربي كما كتشوفوا معنا ويتكلم بواحد الحب عن المغرب وندخلوا معكم الى الفضيحه الفضيحه اللي وقعت الخوت هو انه مباشره بعد نهايه المباراه ديال الجزائر وموريتانيا وفي ليفيستير بالماضي قال اللعبة بانني مستقيل عن تدريب المنتخب الوطني مشى يعني لاح هذا الخبر الى صحيفه فرنسيه ولاحت هذا الخبر في يعني في وسائل التواصل ديالها وفي الجرائد ديالها وكل شيء قال صافي بالماضي خرج المهم هذه خطه هذه لعبه هذه بالماضي قراها مزيان انا نقول لكم شنو دار بالضبط ناض اسيدي جلس من بعد مع وليد صادي رئيس الاتحاديه الجزائريه واتفقوا على انهم يفسخوا العقد بالتراضي ويعطوه الاجره ديال واحد شهرين او ثلاث شهور مع العلم ان الاجر ديال بالماضي داخل الجزائر يعتبر الاعلى في افريقيا 208 الف دولار بمعنى اخر تقريبا 208 مليون سنتيم مغربي اللي كياخذ هاد جمال بالماضي المهم قالوا لي غادي نعطوك واحد 3 شهور وتفسخ معنا العقد تما في الكوت ديفوار قال لهم الله يسخر جاء الى الجزائر وين قلب عليهم 180 درجة كيكتب لنا حفيظ الدراجي وحفيظ الدراجي من ألد وأشد الأعداء والخصوم ديال بالماضي كيقول لهم يبدو أن العقد الذي ربط جمال بالماضي بالاتحاد الجزائري لم يكن معنويا مع الشعب مثل ما قيل لنا بل هو عقد مادي بحت حيث يطالب المدرب الآن بكل مستحقاته إلى غاية 2026 مقابل رحيله وهي مستحقات مقدرة بأكثر من 7 الملايين ديال الأورو 7 المليار ديال السنتيم اللي قالهم حطوا ليا في حين اقترح رئيس الاتحاد الجزائري تعويضات لا تتجاوز 3 أشهر بقيمة 624 ألف أورو وللعلم فإن جمال بالماضي حصل منذ 2018 على أكثر من 12 مليون أورو كرواتب ومكافآت دون أن يتضمن عقده أهدافا محددة خلافا لما تعودنا عليه في عقود كل عقود مدربي العالم يعني داير معاهم هو كونترا يعني شوف القلب ما دارش معاهم الأهداف يعني يكون دار معاهم الأهداف أنه يدي معاهم كأس إفريقيا هذا العام راه يطردوه بدون أنه يدي سنتيم أحمر ما يدي والو ولكن هو كان معلم دار معاهم عقد بلا شي اهداف وب 208 مليون سنتيم مغربيه ما شاء الله وانقلب عليهم لانه عرف المعدن ديالهم قصه حب كانت جميله انتهت نهايه سيئه وحزينه بين بالماضي والنظام الجزائري لدينا كذلك خبر متعلق بإيرفي رونار الاتحاد الايفواري تواصل مع الاتحاد الفرنسي قالوا لهم سلفوا لنا إيرفي رونار غير تيكمل معنا هذه الكأس إفريقيا فقط إيرفي رونار كنعرفوه بأنه عبر ما سبق أنه يشجع الكوت ديفوار ويشجع المنتخب المغربي في هذه الكأس الإفريقية لأنه عنده يعني تاريخ جميل جدا وخلى بلاصتو نقية تاعنا في المغرب ومحبوب كذلك من طرف الجماهير المغربية عكس العجوز وحيد خليلوزيتش جديد ديال زي حكيم زياش وان الاصابه الحمد لله ماشي شي اصابه خطيره راه مشى الى ابيدجان عبر طائره خاصه من اجل تشخيص الاصابه ولله الحمد الاصابه هو راه كان غادي يلعب الشوط الثاني بعدا في الماتش ولكن وليد الركراكي ما خلاش امام زامبيا وسيعود باذن الله في المباراه جاية يوم الثلاثاء ماذا وقع لوليد الركراكي ما صحة الأخبار المتداولة بأن الكاف قد خفضت العقوبة لوليد الركراكي شفنا في مجموعة من وسائل الإعلام المغربية وتكلمنا عليها تحنا وقلنا لكم بأن وليد الركراكي تم تسريب خبر أنه تم يعني العقوبة الإيقاف ديالها تقريبا ما دام ان لجنه الاستئناف اعلنت انه تم تخفيض العقوبه من 4 ديال الماتشات الى 2 ديال الماتشات
ماتش مع وقف التنفيذ وماتش مع وقف التنفيذ. هذا الشيء كنا جبناه لكم من وسائل الإعلام، مؤسسات معروفة منها مثلا MFM، كتعرفوا الراديو ديال MFM حتى هو قال لك ها هو الكارت تخفض عقوبة الركراكي إلى مباراتين إحداهما موقوفة التنفيذ. ولكن هيس بريس كتخرج لنا بخبر مغاير تماما لكل ما قيل، كتقول لنا أوضح مصدر مطلع في تصريح لسبورت أن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم تجتمع بعد للبث في طلب الجامعة الملكية المغربية للعبة ذاتها بتقليص عقوبة التوقيف الصادرة في حق الناخب الوطني وليد الركراكي على خلفية أحداث ما بعد نهاية المباراة ديال المغرب والكونغو. إذن هيسبورت هيسبريس كتقول لك لا صحة لهذا الخبر، وما يرجح قولها أنه الآن بعد مرور 24 ساعة أو أكثر، يعني 36 إلى 40 ساعة اللي تم الإعلان فيها على خبر ديال توقيف العقوبة وكذا وكذا، لحد الآن راني كل ساعة تقريبا كندخل للمواقع كلها ديال الكاف لم أجد أن لجنة الاستئناف اجتمعت، مما يرجح هذه الفرضية اللي كتقول لنا سبورت أو هيسبريس بأنه يعني العقوبة لا زالت سارية، وبأن لحدود الساعة لحدود اللحظة اللي كنتكلم معكم فيها مازال ما كاين حتى شي مستجد، يعني وليد الركراكي لن يكون حاضرا مع النخبة الوطنية يوم يعني يوم الثلاثاء المقبل أمام جنوب إفريقيا. على وقع هذا الخبر أقول لكم دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.